في درسنا اليوم سوف أقوم بشرح لكم كيفية تهيئة موقعك لأجل محركات البحث بحيث يتم عرضها بشكل صحيح. في الدرس السابق شرحنا لكم كيفية إضافة أيقونة إلى موقعك، الأيقونة التي يتم عرضها للمستخدم عندما يقوم بزيارة صفحة من صفحات موقعك. يتم عرض الأيقونة التي قمت بتحديدها لذلك الصفحة. أيضا سوف يتم عرض هذه الأيقونة في حال في يوم من الأيام قمت بنشر موقعك في محركات البحث، سوف يتم عرض الأيقونة هنا بدل هذا علامة كرة أرضية. طبعا قمت بكتابة لكم ملخص الدرس اليوم، سوف تجد رابط تحميل هذه الأقواس في وصف الفيديو. سوف نتحدث عن هذه العناصر، سابقا قمنا بشرح لكم عن هذه العناصر ولكن سوف نقوم بشرح لكم أثناء الدرس اليوم كيفية استخدام هذه العناصر لأجل تهيئة موقعك أو صفحات موقعك لأجل محركات البحث. أهم العنصر الذي يجب أن يتواجد في كل صفحة من صفحات موقعك التي تقوم بإنشائها هو العنصر تيتل. من خلال العنصر تيتل يمكنك أن تقوم بتحديد عنوان لذلك الصفحة HTML التي تقوم بإضافة العنصر تيتل. على سبيل المثال سوف أقوم بوضع كودر شيار، التيتل الذي تقوم بوضعه هنا سوف يتم عرضها في حال قام الزائر بزيارة ذلك الصفحة من صفحات موقعك، سوف يتم عرضها هنا. يمكنك أن تقوم بتحديد تيتل مختلف لكل صفحة من صفحات موقعك، وأيضا سوف يتم عرضها هنا في حال قمت بنشر موقعك في محركات البحث، وأيضا سوف يتم عرض العنوان الذي قمت بتحديده في حال قام شخص ما بمشاركة رابط ذلك الصفحة من موقعك في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه نقطة أيضا مهم جدا. طبعا أيضا نقطة أخرى مهمة لضمان ظهور موقعك في محركات البحث، في الصفحة الأساسية من موقعك قم بوضع ضمن التيتل اسم موقعك، وفي الصفحات الفرعية يمكنك أن تقوم بوضع تيتل الذي ترغب بها. النقطة المهمة عندما تقوم بتحديد اسم لموقعك قم بتحديد اسم غير موجود في محركات البحث. على سبيل المثال موقعك لأجل تعليمي، لا تقوم بوضع اسم موقعك على سبيل المثال أكاديمية يعني مدرسة، لأنه في حال قمت بوضع أكاديمية هناك ملايين منافسين لك، لن يتم عرض موقعك لأن موقعك جديد، وأيضا ترتيب موقعك أيضا ضعيف في محركات البحث في البداية. الأكاديمية شيار قمت باختيارها لأنه لا يتواجد في محركات البحث، وبالتالي في حال الاسم موقع غير متواجد في محركات البحث سوف يتم عرضها مباشرة في البداية في نتائج البحث الأولية، على الرغم من أن موقعك جديد على الإنترنت. هذه النقطة مهمة أقدمها لكم لكي تصبحون محترفين. هذه النقطة أيضا متعلق بالسيو، سيو يكون مختصر Search Engine Optimization، العلم من تسهيل ظهور موقعك في محركات البحث. هذا القسم يتعلق بالسيو. بالنسبة لعنصر ميت من نوع Description، دائما قم بوضع وصف لكل صفحة من صفحات موقعك. يمكنك أن تقوم بوضع وصف من خلال إضافة ميزة نيم، تقوم بتحديد اسم على أنك ترغب باستخدام العنصر ميت من نوع description يعني وصف، وقم بإضافة الميزة content يعني محتوى. هنا قم بوضع محتوى، يجب أن يكون الوصف متعلق بالتيتل. على سبيل المثال هنا أرغب بأن أقوم بوضع شير هو مهندس برمجيات. يمكنك تحديد بنفسك الوصف الذي ترغب بها لكل صفحة من صفحات موقعك. بالنسبة للعنصر ميت من نوع charser، دائما قم بوضعها في كل صفحة من صفحات موقعك قم بضغطها. قمت بشرح لكم في الدروس السابقة من خلالها سوف تتمكن من تجنب عدم تعرف موقعك لبعض أنواع من الأشكال الخاصة. على سبيل المثال في بعض الأجهزة لا يتم دعم الأحرف العربية، في حال لم تقوم بوضع هذا العنصر سوف يتم عرض الأحرف العربية بشكل غير مفهوم للزوار موقعك. وأيضا هذا العنصر دائما قم بوضع في كل صفحة من صفحات موقعك، شرحت لكم لأجل ماذا يتم استخدامها في الدروس السابقة لجعل الموقع يظهر بشكل صحيح في الهواتف. إن لم تتابع الدروس السابقة شاهد الوصف الفيديو لأننا شرحنا لكم كل هذه العناصر في الدروس السابقة، ولكن في الدرس اليوم نقدم بشرح مختصر لأجل تهيئة موقعك لأجل محركات البحث. بالنسبة للعنصر ميت من نوع Keywords كلمات مفتاحية،
والميت من نوع أوتور مؤلف يمكنك تحديد بنفسك هذه العناصر الاختيارية ربما قد يساعد في تحسين ظهور موقعك في محركات البحث. بالنسبة للميت من نوع keywords لإضافة كلمات مفتاحية قم بإضافة الميت content إلى العنصر ميت من نوع keywords وهنا قم بوضع كلمات مفتاحية. ثم لا تنسى دائما إغلاق العناصر. يمكنك الحصول على أفضل الكلمات المفتاحية من خلال هذا الموقع الذي سوف أشاركه معكم. إنني أرغب بأن تصبحون محترفين. جميع طلابي يجب أن يكون محترفين بنهاية الدورات التي قادمة لكم. هنا بعد دخولك الموقع على سبيل المثال موقع خاص بك متعلق بالبرمجة أو دروس البرمجة، قم بوضع هنا دروس البرمجة يعني جملة مختصرة يتعلق بالمحتوى موقعك، وسوف يقوم بجرب لك أفضل كلمات مفتاحية الذي يكون متعلق بالجملة التي قمت بوضعها هنا، ثم قم بالنسخ ثم قم بلصق هنا، أو يمكنك أن تقوم بوضع كلمات مفتاحية التي ترغب بها. كل ما عليك أن تقوم بوضع كلمات مفتاحية على سبيل المثال سوف أقوم بوضع كودر شيار، ثم سوف أقوم بوضع فاصلة ثم كلمة مفتاحية ثانية على سبيل المثال learn html، ثم فاصلة ثم كلمة مفتاحية الثالثة والرابعة. يمكنك تحديد بنفسك كلمات مفتاحية متعلقة بتلك الصفحة من صفحات موقعك. لا تقوم بوضع كلمات مفتاحية ليس متعلق بتلك الصفحة من صفحات موقعك لكي لا يتم تجاهل موقعك في محركات البحث. من خلال العنصر ميت من نوع أوتور من خلاله يمكنك أن تعرف للمحركات البحث المؤلف ذلك الصفحة، أو في بعض الأحيان يتم إضافة أوتور بجانب تيتل يعني يتم عرضها هنا. طبعا أنت حر في تحديد هل ترغب بأن تعرف نفسك لأجل محركات البحث أو للآخرين. إذا كنت ترغب قم بإضافة العنصر ميت نيم من نوع أوتور وقم بإضافة كونتنت، هنا قم بوضع المؤلف على سبيل المثال هنا سوف أقوم بوضع مؤلف هو كودر شيار. فأنا أخبر الآن المحركات البحث إن الشخص الذي قام بتأليف هذه الصفحة هو كودر شيار. قم بتحديد بنفسك، أنت لست مجبر على وضع هذا العنصر ولكن يمكنك أن تقوم بإضافته. أتمنى أن تعلمت أثناء درس اليوم كيفية تهيئة موقعك لأجل المحركات البحث وبعض المواقع التواصل الاجتماعي لكي يتم عرضها بشكل صحيح بدون أي مشاكل. إن كان لديك أي سؤال بخصوص درس اليوم قم بوضعه في التعليقات، ولا تنسى أن تقوم بنسخ رابط قناتنا ونشرها في مواقع التواصل الاجتماعي واقتراحها لأصدقائكم، فقد شجعنا لكي ننشر لك مزيد إلى ما تصبح محترف. أراكم في الدرس القادم، إلى اللقاء.